لان تقريبا ومش عايزك تتاثر يعني، لا بالعكس طبعا يعني، انا مقدر تاثرك ومقدر يعني الدموع في عينيك انا فاهم، بس طبعا عشت ايام طويله في النادي الاسماعيلي، والنادي الاسماعيلي من الانديه الكبيره جدا جدا جدا، والحمد لله ان سيكون هناك تعاون خلال الفتره القادمه ما بين مجلس اداره محترم بقياده المهندس ابراهيم عثمان، او مجلس اداره محترم ايضا بقياده الكابتن محمود الخطيب، فما تتاثرش لانه الناس انت هتزيد عند الناس بالكلام اللي انت بتقوله ده، لانه مش معنى ان انت سبت النادي الاسماعيلي وجيت النادي الاهلي ان انت بتكره جمهور الاسماعيلي او كذا او لا كذا. لا خالص يا كابتن، ما اقدرش اكره جمهور كان بينده عليا في يوم من الايام، كان بيقول اسمي، كان بيحاول يقول لي ان انت هتبقى احسن من كده. ده طبيعي يا كابتن، انا ابقى ناكر للجميل لو قلت ان جمهور الاسماعيلي ملوش فضل عليا. بشكرهم مره واثنين وثلاثه مع حضرتك، وهي فرصه ان انا اوصل للناس دي رساله صغيره ان انا بحترمهم جدا، بحبهم جدا جدا، واتمنى ان النادي الاسماعيلي يبقى في مكانته الطبيعيه، واتمنى ان جمهور الاسماعيلي يفضل داعم للفرقه وداعم للنادي بتاعه. الحمد لله الحمد لله، انا يعني بيني وبين نفسي وبين ربنا عارف ان انا ما بخلتش على النادي باي نقطه عرق كنت اقدر اعملها، او باي شويه مجهود كنت اقدر اطلعهم. الحمد لله الحمد لله يا كابتن، راضي عن نفسي تماما في كل اللي عملته مع النادي الاسماعيلي. لكن في الاول وفي الاخر النادي الاسماعيلي نادي كبير واسم كبير، ما اقدرش اقول كلام غير ده يا كابتن، لاني شخص اتعلمت في بيتي ان انا ما انكرش فضل حد عليا طبعا. ولكن جمهور النادي الاهلي يعني عايز اقول لك ان هو مع احترامي لكل جمهور مصر، ولكن دائما الكل يعرف ان جمهور النادي الاهلي تقريبا 70 80% من الجمهور المصري، ده مش كلامي، ده كلام كل اللي بيشجعوش حتى النادي الاهلي. فما تقلقش، جمهور النادي الاهلي هتشوف بقى الفتره اللي جايه هيقف مع محمود متولي ازاي، لانه لاعب في النادي الاهلي وهيموت نفسه عشان يلعب في النادي الاهلي اكيد. خلال